نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع زميلنا ميرنا. إليك ميرنا. شكرا لكم إلهام وهبة. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهدت فعاليات قمة كوب 28 للمناخ المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مع كريستيلانا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وكشفت مصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي والأزمات الخارجية المحيطة. كما أكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلفة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة على هامش مشاركته في قمة المناخ بدبي تحت عنوان دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوقيع مع إحدى الشركات على اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء داخل المنطقة بنظام المطور الصناعي، ذلك على هامش قمة المناخ كوب 28 بدبي. من جانب آخر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات استثمارية، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا تسلط الضوء على طفرة نوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لجهود الدولة في تقديم الدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية. كما استعرض التقرير جهود الدولة في دعم وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات. We'll be right back.
في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط استقراراً إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1% ليسجل 78.2 دولار للبرميل، فحين ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% لتسجل 73.9 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.74 دولار للتر. وفي المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 0.5% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن تأثير مجموعة أوبك بلس على الوضع في سوق النفط قد يتأخر في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن التنسيق بين أطراف هذه المجموعة سيستمر، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأميرة محمد بن سلمان سيناقشان التعاون داخل تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، ذلك خلال زيارته للسعودية غدا الأربعاء. انتهت أخبار الاقتصاد وأعود إليكم مرة أخرى هبة وإلهام. أشكرك ميرنا.